أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الأخباري. بداية خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس باستقبال رسمي بقصر الكرملين بموسكو، وبعد أن تصافح الرئيسان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين استمع لنشيدين الوطنيين للبلدين. أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس بقصر الكرملين بموسكو محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. المحادثات جرت بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين، ليليها تصريح مشترك لرئيس تبون وفلاديمير بوتين.
وأشاد الرئيس تبون بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي لم تتغير منذ 60 عاما، مؤكدا أن الضغوط الخارجية لن تؤثر على العلاقات بين البلدين. اليوم فيه أوضاع وضغوطات ربما دولية، ولكن هذه ما تأثرش، لا تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا. احنا اولا صيانة او صون استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة، صعبة جدا. ولفت رئيس الجمهورية إلى رغبة الجزائر في تسريع انضمامها إلى مجموعة البريكس. الوضع الدولي مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا إن شاء الله. وأبرز رئيس الجمهورية الاتفاق بين الجزائر وموسكو في أغلب النقاط التي تخص الوضع الدولي المضطرب، من بينها الوضع في ليبيا ومالي. احنا بالطبع متفقين مع بعض في ملف الليبي، نظرتنا واحدة، هو أن ليبيا صديقة لروسيا وصديقة للجزائر، شقيقة للجزائر. نتمنى الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة. نبارك العلاقات الموجودة حاليا بين مالي وروسيا. مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون، وإذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي. هو حاليا فيه اتفاق الجزائر، ما يسمى باتفاق الجزائر، نطلب المساعدة من أصدقائنا الروس لتثبيت هذا الاتفاق مع المسيرين الحاليين، لأن احنا نشوف أن المشكل مالي لا يحل إلا بهذا الاتفاق. المشكل المالي لا يحل بالقوة، لأن وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس على إعلان شراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وفيدرالية روسيا. مراسم التوقيع التي جرت بقصر الكرملين عرفت حضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي. جرى التوقيع على اتفاقيات تعاون الثمانية التي مست الطب النووي، الزراعة، البيئة، الري والموارد المائية، العدل، النباتات والثروة الغابية، إضافة إلى الثقافة والفنون. نتابع في هذه الورقة الاتفاقيات الموقعة. وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبوله وصادة الجزائر في النزاع القائم بين روسيا الصديقة وأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الثقة ستكون في محلها. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب وسعة الصدر على قبوله إمكانية توسط بين صديق
دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها إن شاء الله. وكشف رئيس الجمهورية عن محادثات مع الجانب الروسي لتطهير المناطق الجزائرية التي أجرى فيها الاستعمار الفرنسي تجربه النووية من آثارها. ربما تكون في اتفاقيات إلى كذلك تطهير مناطق التي تم فيها التجارب النووية أيام الاستعمار أن تطهر من طرف ربما مختصين من أصدقائنا في روسيا الفيدرالية. وبالمناسبة توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشكر للرئيس الروسي على دعم بلاده لترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية. ووجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوته إلى المتعاملين الاقتصاديين الروس للاستثمار في الجزائر. في هذه السانحة أن أدعو المتعاملين الاقتصاديين في روسيا للاستثمار في الجزائر التي تتوفر اليوم على بيئة استثمارية ملائمة بفضل الإجراءات التحفيزية والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد في بلادنا. من جهته أكد بوتين أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون عرفت نشاطا مكثفا وحملت الكثير من الدلالات. أود أن أشير بأن هذه الزيارة ناجحة من كافة الاتجاهات، ولا شك أنه يساهم في التطوير المتعدد الأوجه للتعاون الروسي والجزائري لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. وعبر فلاديمير بوتين عن شكر للجزائر وللرئيس تبون على الاستعداد لتقديم جهود الوساطة في النزاع القائم بين بلاده وأوكرانيا. وعلما بأن الجزائر عضو في فريق الاتصال للجامعة العربية حول أوكرانيا، أنا شرحت لزميلي الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الأولية لهذا النزاع ولتقييمنا، وقبل دخولنا إلى هذا اللقاء شرحت لزميلي كل الملابسات، وشاكرين للجزائر وللرئيس الجزائري على استعداده لتقديم جهود الوساطة. وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس إكليلة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بوسط العاصمة الروسية موسكو. وخلال وقفة ترحم أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، أدى حرس الشرف التحية لرئيس تبون، وتم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين. Thank you.
استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الخميس بقصر الحكومة ميناء سامات سيسوما مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تدشين المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير. اللقاء شكل فرصة للتعبير عن ارتياح الطرفين لتجسيد مشروع المتحف الإفريقي الكبير بوصفه أحد المشاريع الرائدة لأجندة المنظمة القارية 2063، مع تأكيد إرادتهما المشتركة لمواصلة التعاون والتنسيق وتعزيز القدرات الإفريقية لمواجهة التحديات المتصلة بمجالات الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية. إلى موضوع آخر، ترأس نائب رئيس مجلس الأمة ناصر حمود الخميس جلسة علنية خصصت لتوجيه 10 أسئلة شفوية إلى 4 أعضاء في الحكومة. الأسئلة الأربعة خصصت لقطاعات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، النقل، الصحة والبيئة، الطاقات المتجددة. من جهته كشف وزير النقل يوسف شرفة عن اقتناء 15 طائرة واستئجار 10 طائرة أخرى ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2024 لتدعيم الخطوط الجوية الجزائرية. قامت مصالح الشركة بإمضاء عقود اقتناء 15 طائرة واستئجار 10 طائرات أخرى ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 2024. يعني استئجار تاع 10 طائرات راح يتم يعني استقبال جزء منها من نهاية سنة 23 والجزء الثاني خلال الثلاثي الأول لسنة 2024. وفي المجال النقل الجماعي، أعلن وزير النقل عن تقديم مقترح تخفيض مدة المراقبة التقنية إلى 3 أشهر للحافلات المستغلة في النقل. اقتراح تخفيض مدة المراقبة التقنية إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر حاليا، وذلك في إطار تعديل المرسوم رقم 03223 المؤرخ ب 10 جوان من سنة 2023 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفية ممارستها. حاليا وضعنا المرسوم التنفيذي على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة. من جهته كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الأخضر خروخ عن تسليم مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين أسطيل والمغير أواخر السنة الجارية. ومن المنتظر تسليم مشروع ازدواج الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين أسطيل والمغير على مسافة 20 كيلومتر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023. أما بما بخصوص الجزء المتبقي من هذا المشروع فقد تم اقتراح عملية إنجازه من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية المغير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 24. أكد وزير الصحة عبد الحق صيحي استلام عديد المقاولين لدفتر الشروط الخاصة بإنجاز مستشفى جامع بولاية وركلة. البارحة طرحت السؤال للسيد والي الولاية وأكد لي بأن كثير من المقاولين الآن جاءوا إلى الولاية لأخذ دفاتر الشروط والعملية مستمرة. أظن أن بعد شهر مباشرة يتم اختيار المقاول الذي يقوم بالإنجاز، خاصة أننا قمنا بالتقييم المالي وقمنا بكل الإجراءات التي تسمح بالانطلاق العادي لهذا المشروع. وهنيئا لولاية وركلة بهذا المشروع الهام. من جهتها شددت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فايزة دحلوب على أهمية حماية النباتات والحيوانات من التغيرات المناخية. أعلن لكم اليوم أن الجزائر يعني من خلال مرافعتنا في هذه المؤتمرات الدولية استطعنا الاستفادة من الصندوق الأخضر للمناخ التابع لهذه الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية بالاستفادة من غلاف مالي 3 مليون دولار إذن لإنجاز هذه الدراسة المهمة جدا. وقعت شركة الوطنية المحروقات سوناتراك مع شركتها الأندونيسية
بيرتامينا والإسبانية ريبسول الخميس عقد محروقات يخص الحوض التعاقدي منزل جمال المندرج في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الشركة الثلاث في 28 سبتمبر 2022. وفي كلمات بالمناسبة، كشف الرئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار عن تخصيص مبلغ إجمالي للاستثمار يبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن يسمح باستخراج ما يقرب من 150 مليون برميل من النفط المكافئ. رح نستثمروا ما يتعدى تقريب 800 مليون دولار من أجل إنتاج حوالي 150 مليون برميل من النفط. أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كنابونك اليوم الخميس حلولا تمويلية جديدة مخصصة لتمويل المؤسسات، وكذا منصة رقمية جديدة تتيح للبنك بيع السكنات مباشرة عبر الانترنت. جاء ذلك خلال اليوم الإعلامي المنظم بالمركز الوطني للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور وزير المالية العزيز فايد التغطية لزكي علينات. كثيرين ما على بالهمش باللي لكن البنك تمنح قروض استثمار، تمنح ليزينغ موبيلي مثلا تمويل عقاري بغض النظر على تمويل المواطنين كنابل كريدي بوتيكال. دونك إضافة إلى ذلك المنتوج الجديد مولود الجديد هو قروض الاستغلال، قروض اللي راح تساهم في تمويل النشاط اليومي للمؤسسات. كناب بنك مستعدة لمرافقة المستثمر منذ البداية حتى قبل أن يقوم بالدراسة التقنية والمالية. وكشف وزير المالية عزيز فايد في تصريح خاص به قناة الحياة الجزائرية أن البنك الوطني الجزائري تحصل على رخصة من نظيره الموريتاني لمباشرة عمله في الأيام القادمة. لقينا الخبر الأمس بأن البنك المركزي الموريتاني أعطى الأجريمون للبنك الجزائري في موريتانيا، ففي الأيام القادمة إن شاء الله رايحين نشرعوا في فتح المقرات هذه البنوك. بعد البنك السنغال اليوم جت البنك الموريتاني، وهنيئا للجزائر. ولفت وزير المالية إلى أن الرقمنة في القطاع تسير بوتيرة عادية ومقبولة. الرقمنة المالية يعني تدخل في إطار أيضا هو الأمور تمشي فيه عادية، وهناك أيام تقييمية لهذا المشروع، فكل القطاعات الوزارة المالية راهي تقوم بواجبها سواء كانت القطاع الضرائب أو الجمارك أو الأملاك العمومية أو الميزانية. إن شاء الله في الأيام القادمة ستجدنا جد. أمضت الوكالة الوطنية للنفايات الخميس اتفاقية تعاون مع جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر 2. وعلى هامش مراسيم إمضاء الاتفاقية كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان أنها تندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزارة البيئة والطاقات المتجددة بغية توجيه الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة في مجال النفايات التغطية لميليسا حميسية. هذه الاتفاقية تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزارة البيئة والطاقات المتجددة للتوجه نحو الجامعات للقيام بدراسات معمقة خاصة الدراسات الاجتماعية لفهم سلوكيات الفرد الجزائري. تدخل هذه الاتفاقية في إطار عام وهو توجيه الطلبة لما لا لإنشاء مؤسسات بعد التخرج نتاعهم. وجههم كذلك في بالنسبة لما يجري حولنا في كل دول العالم بالنسبة لموضوع عدة النفايات. وصل مترشحو البكالوريا إلى آخر أيام دورة أجوان 2023 وسط تفاوت في ردود الفعل على مواضيع امتحانات اليوم الأخيرة سيما بالنسبة لشعبتي الرياضيات والتقن الرياضية. المزيد في ورقة لفريق العقيل زيان.
حديث مطول جمع تلاميذ شعبة العلوم التجريبية بعد الانتهاء من امتحان مادة العلوم الفيزيائية الذي جعل المترشحين في حالة ارتباك وتشتت، ورغم تباين الآراء إلا أن الإجماع كان شبه كاملا على صعوبة الأسئلة. جا صعيب ماشي في متناول الجامع، الأول تقدر تحرك فيها صوفا أنت، مي الدوزيام أبارت ريسيتي واش تقدر تحرك، هذا ما كان. كان متوسط على كل عام. بالنسبة للشعبات الأخرين ما على باليش كيفاش جاهم، مي بيرسونالمون أنا جاني متوسط. أسئلة مادة العلوم الفيزيائية شكلت صدمة لدى المترشحين الذين وصفوها بالمعقدة. كان موضوع الفيزياء صعب، ماشي في متناول الجامع وصعبونا اليوم. الموضوع الأول كان صعب صح، موضوع الثاني كان فيه تمارين سهلة وصعبة. هكذا ودع مترشح شعبة العلوم التجريبية امتحان شهادة البكالوريا، خاصة وأن مادة العلوم الفيزيائية تعتبر من المواد الأساسية في الشعبة. أزيل الستار عن امتحان شهادة البكالوريا دولة جوان 2023، دولة ميزها التنظيم المحكم والمواضيع التي نالت رضا المترشحين، فيما شكل موضوعي الرياضيات والفلسفة الاستثناء في هذه الدولة. فريال عقلزية ثانية. ودع العلميون امتحان شهادة البكالوريا مع آخر اختبار لهم في مادتي العلوم الفيزيائية والفلسفة، وغادروا قاعة الامتحان والرضا باد على وجوههم مع إجماع بسهولة الامتحانات. كان حاب يخدم ويجيب الباك، كان عليها يقرا الافونس، وبالنسبه للبكالوريا اللي فاتوا على الراي تاعي هذا الباك سهل على الاخرين. ورغم صعوبه بعض المواد الاساسيه الممتحن فيها الا ان التفاؤل بالنجاح خيم على المترشحين. كان مليح ولا غير يعطيهم الصحه، دارونا كاع لي سوجي سهلين، يعني من العربيه حتى تاريخ وجغرافيا كان في متناول الجميع وسهل، يعني خدمنا الحمد لله. تصل امتحانات شهادة البكالوريا إلى نهايتها بعد سنتين من الجهد والتحضير، في انتظار اليوم الموعود الذي سيتم فيه الكشف عن النتائج النهائية. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف المهدي الخميس عن استقبال أزيد من 500,000 منتسب للمدرسة القرآنية الصيفية. الوزير يوسف المهدي وخلال إشرافه على انطلاق المدرسة القرآنية الصيفية دعا أبناء الجالية الوطنية لتسجيل أبنائه في المدارس القرآنية خلال موسم الاصطياف. التغطية لشمس الدين السهيلية. في الصيف نستقبل حوالي 500,000 تلميذ خلال شهر شهرين حسب المتاح لهؤلاء الأطفال، يعني مع توفير أجواء من الترفيه وأشياء أخرى، ولكن أيضا مساجدنا مفتوحة مثل ما جاءنا وقد نسقنا مع إخواننا في مسجد باريس. الناس الذين يأتون لزيارة أهاليهم يتصلون كل واحد حسب ولايته بالمسجد ويسجلون ويتعلمون، منهم من حفظ سبح. يقبل العديد من التلاميذ والطلبة على المدارس القرآنية الصيفية لحفظ القرآن الكريم بأحكامه وتعلم المبادئ الإسلامية. التقرير لشمس الدين السهيلية. مع حلول كل موسم اصطياف تفتح المساجد والمدارس القرآنية عبر التراب الوطني أبوابها أمام التلاميذ والطلبة لحفظ القرآن الكريم، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استقبالها لأزيد من 500,000 منتسب. في الصيف نستقبل حوالي 500,000 تلميذ خلال شهر شهرين حسب المتاح لهؤلاء الأطفال، يعني مع توفير أجواء من الترفيه وأشياء أخرى. دور تربوي وتعليمي ذلك الذي توفره الأقسام والمدارس القرآنية من خلال برامجها التربوية في الحلقات القرآنية والتي تساهم في تطوير الفكر المعرفي والتربوي. المدرسة القرآنية الصيفية تطمح دائما إلى زرع الآداب والأخلاق الحميدة في حياة الشاب، ثم بعد ذلك تعلمه آداب القرآن ثم تعلمه القرآن.
شكلت المدارس القرآنية في عهد الاستعمار الغاشم صمام الأمان من كل محاولات طمس معالم الشخصية الوطنية، وهي اليوم مصنع لأجيال سوية ومتشبعة بالأخلاق والقيم الفاضلة. أشرف وزير الأشغال العمومية منشأة القاعدة الأخضر خروخ على انطلاق الرحلة التجريبية في شطر الرابط بين عين السيرة والجلفة على مستوى الخط الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط. المواطنون اعتبروا هذا القطار مكسبا للجميع ويسهل التنقل بسرعة وأريحية. التقرير لموسى بغراب. هي أول رحلة تجريبية لقطار تنطلق من محطة عين والسارة نحو مدينة الجلفة، رحلة أشرف على انطلاقها وزير الأشغال العمومية ووالي الولاية. هذا السكة الحديدية اللي راهي رايحة في هي تنخرط في برنامج السيد رئيس الجمهورية، اللي هو يكون من يروح عابر للصحراء، كي هي كطريق العابر للصحراء راح هي تبدأ من بوكزول وإن شاء الله راح تكمل للشمال. خدمات نوعية تضم الراحة في السفر تقدمها محطات القطار بولاية الجلفة، وذلك للحرص على المسافرين وخدماتهم. حاجة اللي نقدر نقولها والنصيحة نقول هذا مكسب لولاية الجلفة وليدات ولاية الجلفة، يعني لازم نحافظوا على المكتسبات تاعنا. راني نشوف في حوايج عمري ما شفتهم، لأننا رانا بالقطار قاطعين عبر الجبال وعبر هذه المناطق هذه الجميلة. الحفاظ على هذه المكتسبات من أولويات الجميع التي تعزز بها قطاع النقل بولاية الجلفة. يستعد المخرج الشاب رشيد بالحنافية لإطلاق فيلمه الوثائقي الجديد زقاق الحجاجة، الذي يوثق في أعرق شوارع قصر الأغواط القديمة. البورتري لعبد الناصر حوحاطة. قاعات السينما، المكان الأول الذي يجد فيه الشباب العاشقون للفن ضالتهم. قاعة سينما مزي بالأغواط واحدة من هذه الأماكن، ورشيد بالحنافي واحد من هؤلاء الشباب. رشيد بالحنافي 25 سنة من ولاية الأغواط، مخرج سينمائي هاوي وكاتب سيناريو. انتجت العديد من الأفلام السينمائية القصيرة الهاوية، مثلت الأغواط في عديد المحافل الوطنية، ومثلت الجزائر في العديد المحافل الدولية، وفزنا بعديد من الجوائز وأهمها جائزة رئيس الجمهورية اللي معاش. حبه للتراث وشغفه بالسينما دفعاه للخوض في تجربة جديدة يوثق من خلالها أعرق شارع في مدينة الأغواط، من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان زقاق الحجاج برعاية وزارة الثقافة والفنون. لقينا أنه زقاق الحجاج هو لبنة أساسية لنحتضنوها ولا لنأطروها نعطوها إطار سينمائي، وجانا هذا التأطير سهل جدا، لأنه تاريخ وعراقة هذا الزقاق وتاريخ وعراقة القصر القديم بالأغواط يسهل علينا الكثير والكثير أن نحول هذا التاريخ وهذه العراقة وهذا التراث المادي واللامادي في هيئة مشاريع سينمائية. عراقة وعبق مدينة الأغواط طموح المخرج الشاب رشيد بالحنافي لتوثيقها بالصوت والصورة ليتناقلها الأجيال فيما بعد ويحفظها التاريخ. نهاية النشرة، إلى اللقاء.